Wanna give it a try? وأحب أعاد زيادة التنوع diversity في Bowling Green. والتعددية موجودة في Bowling Green بسبب الجامعة والمركز الدولي. وبسبب ذلك هناك تعددية في المطاعم والمحلات. So the first letter. ما هو مطعمك المفضل في بولينج جرين؟ مطعم مكسيكي. الماس. كنتاكي. أنا أيضا أدرس في المدرسة الثانوية جاتن في هذه الجامعة وسأسافر إلى قطر مع. So what are nationalities you guys? Burdas. ما هو أنت من بولينج جرين صح؟ ما هو مطعمك المفضل؟ تاي من الجامعة. هل هو جيد؟ هل هو في ال This is one of the very best in American English. Spanish have the same. China. So now, as you said, it's all about the ending. هل هو مطعم صيني؟ لا nationality. أو ياباني. تاي. 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 أو.